الفائزة لناموس الشوط الرئيسي، وتهنئة للمشاغب محمد بن خالد العطية على هذا الفوز والانتصار. شوط الرئيسي والزميل بسام الشمري. شكرا للزميل شجاع العتيبي. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، احييكم بتحية الاسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ارحب بكم اجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المميزة ضمن فعاليات السباق المحلي الثاني. نتواصل بيومه الرابع مشاهدينا الكرام، ومع سن اللقاية وشوط رئيسي آخر ينطلق على بركة الله، وهو شوط اللقاية القعدان بشعارات يا أصحاب السمو الشيوخ والسعادة المتواجدين دائما في هذه المنافسات والتحديات الكبيرة. الأربعة كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء والنوعيات الفريدة، كما نهني هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية بفوز الفائزة بأول أشواط هذا الصباح. من هو سعيد الحظ الذي سوف يظفر بناموس الشوط الرئيسي الآخر؟ نبدأ على بركة الله بعد المراكز الأولى، ومن يتواجد مع المقدمة فراع لهجن الزبار بقيادة حمد بن محمد بن جرحب على المركز الأول في المتابعة والتضمير. المركز الثاني أتابع القادم، يتواجد موجب لهجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، يتابع هنا موجب على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث أتابع القادم، المركز الثالث يتواجد بهذه اللحظات لبصير لهجن المرخية بمتابعة محمد مدثر أحمد الله جادة، يتواجد ويتابع اندفاعة لبصير على أرضية ميدان الشحانية. المركز الرابع أتابع الهايل لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، يتابع الهايل الذي يتواجد في منافسات وتحديات هذا الشوط ويحتل المرتبة الرابعة، بينما المركز الخامس القادم هنا يتواجد محيش هجن الزبار علي بن سالم بن متعب الصعاق، يتابع محيش على المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، للخمس المراكز الاولى، الخمس الاسماء، الخمس الشعارات المتواجدة والمندفعة والباحثة عن ناموس الشوط الرئيسي. من بين هذه الشعارات سوف يظفر بهذا الناموس، وسوف يظفر في هذا التحدي الكبير والمنافسات المميزة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. أتابع هذا الشوط، أتابع مسار هذه الأسماء والتحديات الكبيرة بهذا الانطلاق المثير، بهذا التحدي المميز، بهذه المنافسات الجميلة. أتابع مساري هذا الشوط وأعود مع البداية وأعود مع الصدارة. موجب على المركز الأول غير واحتل الصدارة بشعاري هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. من تابع الفائزة وفازت بالشوط الرئيسي باحث عن ناموس شوط رئيسي آخر مع هذه الأسماء المميزة والجميلة، بينما المركز الثاني يصل الهايل لهجن الشحانية أيضا مع الشعار الأدعم الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، يصل إلى موقع التحدي والمنافسة بقدوم الهايل على المركز الثاني. من المركز الثالث لبصير يتواجد بشعار هجن المرخية محمد مدثر أحمد الله جاد، يتابع هذا الشعار وهذا التحدي الكبير على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم محيش لهجن الزبار علي بن سالم بن متعب الصعاق، والمركز الخامس يتواجد راجح لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني خليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك في المتابعة والتضمير. عبرنا لوحة الكيلومتر الأخير مع هذه الأسماء والشعارات. الشوط
شوط رئيسي يا اخوان، شوط رئيسي اخر من بين هذه الاسماء سوف يظفر به في هذا التحدي الكبير. موجب والهايل هجن الشحانية تفرض السيطرة على المركز الاول والثاني. المشاغب والشبل في هذا التحدي الكبير يتواجدون في هذه المنافسات، يقدمون ما لديهم من هذه الاجواء المنافسة والمنافسة والتحديات في مساري واندفاعات هذا الشوط. موجب على المركز الاول، الهايل على المركز الثاني، هجن الشحانية في هذا التحدي الكبير تقدم هذه المنافسة، تقدم هذه النوعيات الفريدة والمميزة. موجب ما زال صامدا، الهايل يحاول مع اللحظات الاخيرة. الله 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 الله، منافسة ولا اروع بين ثنائية كبيرة واسمين عملاقين يتواجدان في مساري واندفاعات هذا الشوط. موجب على المركز الاول ما زال صامدا بدون اوامر وبدون تحريكات لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. المشاغب المشاغب بدأ بالمشاغبة في هذا التحدي الكبير وحقق الشوط الرئيسي الاخر برفقة شعار هجن الشحانية تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية على فوز موجب وتحقيق للناموس المركز الثاني. الهايل لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المركز الثالث. لبصي لهجن المرخية محمد مدثر احمد في المتابعة. المركز الرابع محيش لهجن ام الزبار مع علي سالم بمتعب الصعاق. المركز الخامس راجح لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني بمتابعة خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. هكذا مشاهدي الكرام حكاية ورواية الشوط الرئيسي للكاية القعدان، فجاء موجب محققا هذا الناموس والانتصار الصباحي المميز والنقطة الثانية بشعار هجن الشحانية برفقة المشاغب محمد بن خالد العطية. التوقيت الزمني 6 دقائق ثانية وحيدة 29 جزءا من الثانية. تهاني والناموس لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد العطية من تابع هذا الشعار. المركز الثاني الهايل 6 دقائق ثانيتين 10 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس أيضا لهجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم بن فاران المري على فوز الهايل في المركز الثاني. المركز الثالث جاء في المركز الثالث لبصير بالشعار هجن المرخية 6 دقائق 12 ثانية 38 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجن المرخية ولمحمد بن دثر أحمد من تابع لبصير محققا